اي فيفا كوين افضل ارخص موقع لبيع الكوين، سريع بالتسليم وبيدعم اللغه العربيه ومضمون من الباند والتصفير، وبتعامل معه انا شخصيا. الرابط كود الخصم موجودين تحت بالديسكربشن. السلام عليكم، كيف حالكم؟ كسر جاي وزي ما انا فيديو جاي بقناه مسلسل اخر اخبار سوق الانتقالات الصيفيه، الحلقه التاسعه من هاي السلسله. فبتمنى قبل ما نبدا دعمك بزر لايك، تشترك بالقناه اذا ما كنت مشترك، ونحاول نوصل فوق 3500 لايك على هاي الحلقه عشان ننزل لكم الحلقه اللي بعدها فورا من السلسله. لو كل واحد وقف الفيديو الان وضغط على زر لايك والله بنوصل هالرقم بكل سهوله. فبسم الله نبدا من الخبر الاول انا، واللي هو انتقال لاعب حكيم زياش الى نادي روما. طبعا كشفت بعض الصحف الايطاليه عن قرب انتقال لاعب حكيم زياش من نادي اياكس امستردام الهولندي الى نادي روما الايطالي، فيما لم يتم الكشف عن قيمة العرض المقدم من إدارة نادي روما. لاعب البلغ من عمر 25 عام وطوله 180 سنتيمتر، يعتبر من أبرز اللاعبين بنادي أياكس وأبرز اللاعبين بالدوري الهولندي بشكل عام. لاعب صراحة لاعب جدا جدا ممتاز، فلعب 39 مباراة طبعا الموسم الماضي مع نادي أياكس، سجل فيها 9 أهداف وصنع 18 هدف. إحصائيات بشكل عام تعتبر جدا ممتازة الصراحة بالنسبة للاعب صاحب 25 عام، خاصة أن الدوري الهولندي يعتبر من الدوريات الصعبة، يعني ما يعتبر دوري سهل أبدا. فمشارك ب 27 هدف من 39 مباراة، فهذا شيء يعتبر جدا ممتاز. ويمكن لو انتقل للدوري الايطالي بشوف انه بتكون خطوه يعني افضل بمسيرته، خاصه انه الدوري الايطالي شعبيته اكثر يعني من الدوري الهولندي، ويعتبر من الدوريات الخمس الكبرى. وقدامه الفرصه يعني لو تالق مع نادي روما انه ينتقل لنادي حتى اكبر من هيك، نتمنى له كل خير صراحه. واللاعب طبعا 4 نجوم مهارات ونجمتين قدم ضعيفه، لاعب جدا جدا ممتاز. ننتقل للخبر اللي بعده عنه، واللي هو انتقال لاعب ارثر ميلو الى نادي برشلونه. طبعا تم بشكل رسمي انتقال لاعب من نادي غريميو البرازيلي الى نادي برشلونه الاسباني، فيما لم يتم الكشف عن قيمه الصفقه. طبعا اللاعب الشاب صاحب ال21 عام يعتبر من افضل المواهب الصاعده في الدوري البرازيلي، وصراحه مقدم اداء جدا ضخم مع نادي غريميو. ولاعب كل عمره 21 عام وطوله 172 سنتيمتر، لعب 10 مباريات، سجل هدف وحيد وصنع هدفين. يمكن ما تشوفوها الاحصائيات الضخمه، لكن لاعب اصلا لاعب خط وسط، يعني مو لاعب مهاجم مهمته انه يسجل الاهداف، مهمته انه يصنع الاهداف بس، لكن مقابل هيك ايضا مسجل هدف وحيد. وطبعا ما له بطاقه بلعب الفيفا، فالبطاقه مثل ما انتم شايفين كلها اشارات استفهام، لانه اللاعب راح تنزل له بطاقه يعني ابتداء من الموسم الجاي او ابتداء من نسخه فيفا الجايه مع نادي برشلونه. اللاعب الصراحه من اللاعبين الجدا ممتازين، وبظن انه راح يكون اضافه جدا ضخمه لبرشلونه، يمكن مو حاليا يمكن مستقبلا، احتمال انه برشلونه يروج لشيء ويتطور اداؤه، لكن اللاعب اكيد راح يكون اضافه جدا ضخمه بالنسبه لنادي برشلونه، والنادي عم يجيب لاعبين شباب، فهذا شيء يعتبر جدا ممتاز صراحه بالنسبه لنادي برشلونه. فبننتقل للخبر اللي بعده عنه، واللي هو انتقال لاعب توريرا الى نادي ارسنال. طبعا كشفت بعض الصحف الانجليزيه عن قرب انتقال لاعب توريرا الى نادي ارسنال طبعا من نادي سامدوريا. اللاعب يعتبر من افضل اللاعبين صراحه مع الاوروغواي بكاس العالم، ومن افضل اللاعبين مع سامدوريا الموسم الماضي، كان مقدم اداء جدا خرافي صراحه مع نادي سامدوريا الموسم الماضي ومع الاوروغواي، يعني بدع بشكل رهيب بكاس العالم. اللي شاف منتخب الاوروغواي بيعرف هاللاعب شو عمل. فاللاعب عمره 22 عام وطوله 168 سنتيمتر، بيلعب بالقدم اليمنى، فلعب 38 مباراة، سجل فيها 4 أهداف وصنع هدف وحيد. يمكن ما تشوفوا الإحصائيات الممتازة، لكن داخل الملعب اللاعب الصراحة أسطوري بشكل مو طبيعي، والناس اللي بتتابع اللاعب بتعرف هذا الشيء. فصراحة لو انتقل لأرسنال أكيد بتكون خطوة لقدام بمسيرته، خاصة إنه أرسنال يعتبر من كبار الدوري الإنجليزي، وهو طبعا افضل من نادي سامدوريا اللي هو يعتبر نادي يعني متوسط يعني نوعا ما بتقدر تقول بالدوري الايطالي. فاضافه جدا ممتازه راح تكون للنادي ارسنال لو تمت. فبننتقل للخبر اللي بعده عنا، واللي هو انتقال لاعب انطوني مارسيال طبعا الى نادي بايرن ميونخ. كشفت بعض الصحف الالمانيه عن رغبه نادي بايرن ميونخ في ضم اللاعب انطوني مارسيال من نادي مانشستر يونايتد خلال فتره الانتقالات الصيفيه الحاليه. لاعب يعتبر من ابرز المواهب الشابه، لكن نادي مانشستر يونايتد ما استغل اللاعب بشكل ممتاز، مع انه اشتراه من نادي موناكو بمبلغ ضخم، يعني تقريبا حوالي او 65 مليون يورو لما اشتروه، لكن بالرغم من هيك النادي ما استغل امكانيات هذا اللاعب، وعلى الاغلب انه راح بينتقل يعني بالفترات الجايه. وابرز الانديه طبعا المهتمه بضمه هو نادي بايرن ميونخ، اللي دائما ما بنشوفه بيطلع لاعبين جدا ممتازين كلاعبين شباب. لاعب كل عمره 21 عام وطوله 183 سنتيمتر، لعب الموسم الماضي 45 مباراه، سجل فيها 11 هدف وصنع 9 اهداف، وكثير مباريات كان عم يشارك فيها كبديل مو كاساسي. فطبيعي انك تشوف الاحصائيات على هذا الشكل، لو انه كل المباريات مشارك فيها بشكل اساسي كانت احصائياته راح تختلف 180 درجه. فطبعا اللاعب 4 نجوم مهارات و4 نجوم قدم ضعيفه راح يكون اضافه جدا ضخمه بالنسبه لبايرن ميونخ لو تمت، والاغلب انه راح يكون خليفه فرانك ريبيري بنادي بايرن ميونخ، خاصه انه اللاعبين يعني فرنسيين، فراح يكون شيء جدا ممتاز صراحه بالنسبه لبايرن ميونخ لو تمت الصفقه.
فمننتقل للخبر اللي بعده عنه، واللي هو انتقال لاعب كريستيان بافون الى نادي برشلونة. طبعا كشفت بعض الصحف الاسبانية ان اللاعب ليونيل ميسي طلب من ادارة نادي برشلونة التوقيع مع اللاعب كريستيان بافون في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. لاعب يعتبر من اللاعبين الجدا ممتازين صراحة مع نادي بوكا جونيورز، وايضا مع الارجنتين قدم اداء جيد جدا بكأس العالم، لولا انه اداء الارجنتين يعني كان ضعيف جدا بكأس العالم دفاعيا وخط وسط، يمكن هجوميا كان تقدر تقول جيد يعني نوعا ما، الا انه اللاعب قدم اداء جدا ضخم. فاللاعب طبعا عمره 22 عام، طوله 167 سنتيمتر، لعب الموسم الماضي 32 مباراة مع نادي بوكا جونيورز، سجل فيها 7 أهداف وصنع 19 هدف، يعني بتقدر تقول شارك في 26 هدف من 32 مباراة، إحصائياته جدا ممتازة صراحة، وأكيد رح يكون إضافة جدا ضخمة لبرشلونة لو انتقل، لأنه لاعب سنه صغير وهذا الشيء محتاج النادي بشكل كبير. أغلبية اللاعبين اللي بالنادي حاليا يعني أعمارهم بحدود 30 عام، فاللاعب عم يحاول أو عفوا فالنادي عم يحاول يجيب لاعبين سنه صغير، وأكيد كريستيان بافون يعني رح يكون إضافة جدا ضخمة، خاصة انه هو وليونيل ميسي راح يكون في تفاهم ما بيناته، خاصة انه اللاعبين من الارجنتين، وراح يكون شيء جدا ممتاز صراحة بالنسبة لنادي برشلونة. فمننتقل للخبر اللي بعده عنه، واللي هو انتقال لاعب هاري ماجواير الى نادي مانشستر يونايتد. طبعا كشفت بعض الصحف الانجليزيه عن مفاوضات ما بين اداره نادي اليونايتد واداره نادي ليستر سيتي من اجل حصول اليونايتد على خدمات اللاعب صاحب ال25 عام، يعتبر من افضل اللاعبين مع انجلترا بكاس العالم حاليا، وبالموسم الماضي مع نادي ليستر سيتي قدم اداء ايضا جدا ضخم. فاللاعب طبعا عمره 25 عام وطوله 194 سنتيمتر، يعتبر من القامات العاليه عند نادي ليستر سيتي والمنتخب الانجليزي. فلعب 43 مباراه الموسم الماضي، عمل فيها 87 تدخل، 68 منه تدخلات ناجحة، يعني احصائيات تعتبر جيدة جدا الصراحة بالنسبة للاعب، خاصة انه نادي ليستر سيتي اداؤه جدا عادي، يعني من بعد الموسم اللي اخذ فيه الدوري الانجليزي واداؤه جدا جدا عادي. فاللاعب الصراحة من اللاعبين جدا ممتازين، واكيد راح يكون اضافة جدا ضخمة بالنسبة للنادي مانشستر يونايتد لو انتقل، لانه شفنا ضعف كبير بخط وسط مانشستر يونايتد، او عفوا بخط دفاع نادي مانشستر يونايتد، شفنا خط الوسط ممتاز، شفنا خط الهجوم ممتاز، والحراسة ايضا يعني مع دخية جدا ممتازة، لكن النادي محتاج لاعبين يعني بمركز خط الدفاع بشكل عام، سواء أظهرة أو قلوب دفاع. فاللاعب رح يكون إضافة جدا ضخمة، ورح يساعد نادي اليونايتد أيضا بالرأسيات سواء من الركنيات أو بإخراج الكرة من مناطق الدفاع. فاللاعب الصراحة من اللاعبين جدا ممتازين. فمننتقل للخبر اللي بعده عنه، واللي هو انتقال لاعب ايفان راكيتيتش الى نادي بايرن ميونخ. طبعا كشفت بعض الصحف الالمانيه عن وجود مفاوضات ما بين اداره نادي بايرن ميونخ واداره نادي برشلونه من اجل الحصول على خدمات اللاعب صاحب ال 30 عام، وان نادي بايرن ميونخ قدم عرض بقيمه 81 مليون يورو من اجل الحصول على خدمات اللاعب صاحب ال 30 عام. صراحه مبلغ بشوفه جدا مناسب لو انه بايرن ميونخ فعلا قدم هذا المبلغ، لانه نادي بايرن ميونخ ما صرح بشيء، لكن بعض الصحف ذكرت انه 80 مليون يورو قيمه العرض اللي مقدمه نادي بايرن ميونخ لاداره نادي برشلونه. فاللاعب عمره 30 عام، طوله 184 سنتيمتر، لعب الموسم الماضي 55 مباراة، سجل فيها 4 أهداف وصنع 5 أهداف، يعني إحصائيات جيدة نوعا ما بتقدر تقول بالنسبة لراكيتيتش. لاعب أيضا يعني عنده نزعة دفاعية جدا ممتازة، وبخط وسط نادي برشلونة يعتبر حاليا يعني جدا ممتاز، لكن لو باعوا نادي برشلونة بهذا المبلغ فبيقدروا يجيبوا الصراحة مكانه لاعب بسن صغير وممكن إنه يتطور أكثر من راكيتيتش. فاكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات، هل لو إنه برشلونة باع اللاعب بهالمبلغ وجاب لاعبين مكانه بيكون أفضل، ولا إنه راكيتيتش يعني ركيزة أساسية بالفريق وما بنقدر انه نستغني عنه، او ما بيقدر نادي برشلونه انه يستغني عنه؟ واللاعب طبعا ثلاث نجوم مهارات وثلاث نجوم قدم ضعيفه، يعتبر من اللاعبين جدا ممتازين بتشكيله نادي برشلونه، يعني صار اساسي من فتره ثلاث سنين من موسم الثلاثيه او الخماسيه اللي اخذها نادي برشلونه، ولغايه الان اللاعب عم يلعب بشكل اساسي مع نادي برشلونه. فاللاعب صراحه من اللاعبين جدا ممتازين. فمننتقل للخبر اللي بعده عنه، واللي هو انتقال لاعب بن رحمه الى نادي برنتفورد الفرنسي. طبعا تم بشكل رسمي انتقال لاعب من نادي نيس الى نادي برنتفورد الفرنسي فيما لم يتم الكشف عن قيمة الصفقة. هذا طبعا يعني من اول صفقات العرب، الناس اللي مو معروفة كتير، لاعبين مو معروفين كتير، لكن بشكل عام احصائياتهم جدا ممتازة. في شخص ارسل لي عن هذا اللاعب انستغرام، فاذا عندكم لاعبين عرب وبينتقلوا فاكتبوا لي يعني، او ارسلوا لي يعني رابط حسابي بانستغرام او تويتر تحت بالدسكريبشن، فارسلوا لي عنهم وان شاء الله بنزلهم كلهم، يعني لانه دائما يعني غالبا اخبار اللاعبين اللي بتابعه اخبار اللاعبين الاوروبيين اللي هن اللاعبين اغلبهم يعني معروفين وبارزين، لانه اغلب الناس بتحب هذا الشيء. فاذا عندكم اي اخبار عن لاعبين عرب او شيء، فعندك روابط حساباتي تويتر وانستغرام تحت بالديسكربشن، فروحوا وارسل لي عنهم. فاللاعب طبعا عمره 22 عام وطوله 172 سنتيمتر، لعب الموسم الماضي 33 مباراه، سجل فيها 10 اهداف وصنع 5 اهداف، احصائياته بشكل عام تعتبر جيده جدا الصراحه. لاعب كل عمره 22 عام، يعني يعتبر لسه لاعب شاب وبامكانه انه يتطور كمان وكمان.
كمان. طبعا هذا اللاعب اللي النادي اللي انتقل له تقريبا بيلعب بالدرجه الثانيه الفرنسي او شيء، فاللاعب اربع نجوم مهاراته، اربع نجوم قدم ضعيفه، نتمنى انه اداؤه يتطور بشكل كبير. فبننتقل للخبر اللي بعده، انه انتقل لاعب باولينيو الى نادي جوانزو ايفرغراند الصيني. طبعا تم بشكل رسمي انتقال لاعب من نادي برشلونه الى نادي جوانزو مقابل مبلغ 50 مليون يورو. طبعا اول شيء هو انتقل كاعاره مع اولويه الشراء بعد موسم واحد، يعني حاليا يعتبر انتقل بنظام الاعاره، لكن نادي جريميو لازم او عفوا نادي جوانزو لازم يدفع مبلغ 50 مليون يورو لاداره نادي برشلونه الموسم الجاي. فطبعا لاعب عمره 29 عام وطوله 181 سنتيمتر، لعب 49 مباراه، سجل 9 اهداف وصنع 3 اهداف. ناس كثير بتشوف انه خساره بالنسبه لنادي برشلونه رحيل مثل هيك لاعب، لكن انه لاعب يعني عمره بحدود ال 30 عام وتاخذ فيه مبلغ 50 مليون يورو، واصلا برشلونه اشترى بمبلغ 40 مليون يورو، فهذا شيء يعتبر جدا ممتاز صراحه بالنسبه لبرشلونه، وبامكانه من هذا المبلغ يستفيد بشراء اللاعبين الشباب. فاللاعب طبعا ثلاث نجوم مهاراته وثلاث نجوم قدم ضعيفه، قدم اداء جدا ممتاز مع المنتخب البرازيلي بالفتره اللي لعبها، سواء بكاس العالم او باي بطوله لعبها او بالتصفيات يعني او باي بطوله لعبها مع المنتخب البرازيلي. لاعب الصراحه كان جدا ممتاز، يعني لعب موسم واحد ببرشلونه وترك بصمه ايجابيه جدا، وما حدا كان متوقع انه يقدم اداء ممتاز، لكن اللاعب الصراحه برهن انه لاعب من طينه الكبار وقدم اداء جدا جدا ممتاز. فبننتقل للخبر اللي بعده، انه اليوم انتقل لاعب كريستيانو رونالدو الى نادي يوفنتوس. ما زالت الاخبار تتحدث عن انتقال كريستيانو رونالدو الى نادي يوفنتوس، لكن اللاعب حاليا بيقضي اجازته في منتجع باليونان، وطبعا ما هو مهتم بكل هاي الاخبار، يعني مع انه الاخبار ما زالت تتحدث، واقمصه رونالدو بدات تباع في شوارع تورينو اللي هو يعني تورينو اللي هي مدينه نادي يوفنتوس. طبعا اللاعب يعني يعتبر من اللاعبين جدا ممتازين، وفي خلافات يعني يعتبر على المبلغ المالي ما بينه وما بين اداره نادي ريال مدريد وعن الراتب اللي راح يتلقاه. فنادي يوفنتوس طبعا مقدم له عرض بتقريبا حوالي 40 مليون يورو بالعام الواحد او 30 مليون يورو يعني بهالحدود كراتب بالعام الواحد. فاللاعب طبعا عمره 33 عام وطوله 187 سنتيمتر، 44 مباراه، 44 جول و8 اسيست، يعني احصائياته ممتازه جدا. ولو انتقل لنادي يوفنتوس اكيد راح يكون صفقه جدا ممتازه بالنسبه لنادي يوفنتوس، واضخم صفقه راح يكون بالدوري الايطالي يمكن بتاريخ الدوري الايطالي. من زمان كان في كتير صفقات يعني الصراحه لصفقه انتقال ديل بييرو لنادي يوفنتوس وغيرها من الصفقات الجدا ضخمه كانت، لكن بشكل عام صفقه رونالدو اعلاميا وفنيا ممكن تكون يعني شيء جدا ممتاز، وانه يساعد يوفنتوس بالحصول على لقب دوري الابطال الغائب عنه من سنين طويله، يمكن من حوالي 20 سنه ولا شيء نادي يوفنتوس ما اخذ دوري الابطال، وصل نهائيين بثلاث سنين وللاسف خسرهم اثنيناتهم، واحد ضد برشلونه وواحد ضد ريال مدريد. يعني الصراحه شيء جدا ممتاز لو انتقل لنادي يوفنتوس وساعدهم على الحصول على دوري الابطال، راح يكون يعني جماهير نادي يوفنتوس مستحيل عاد تنسى ابدا هذا اللاعب. فاللاعب صراحه من اللاعبين جدا ممتازين، واكتبوا لي تحت رايكم هل بينتقل ولا لا. فهذا كان بالنسبه لهذا الخبر. فيعني بالشباب وصلنا لنهايه الفيديو، بتمنى الفيديو عجبكم، بتمنى دعمكم بزر لايك، اشترك بالقناه اذا ما كنت مشترك، بتمنى نحاول نوصل 3500 لايك مشان ننزل لكم الحلقه اللي بعدها فورا من هي السلسله، وتشترك بالقناه اذا ما كنت مشترك وتفعل زر الجرس مشان يوصلك كل جديد بننزله بالقناه. فبس هذا اللي كان عندي اليوم، شكرا، في فيديو جاي في امان الله.